بدأت وأنا في الجامعة كنت بحب الكورة أكتر من الغناء بكتير. يعني كنت بحب الكورة بشكل شفتي رونالدو وميسي ومحمد صلاح وكده، أنا كنت لعيب كده. دكتور اسنان، ولما قرب ميعادك رحت تقابلي عشيق. حلف لك بيه عشان مصدقني. تحلفي ان ده منديلك ولا لا؟ ايوه منديلي. يبقى كنت هناك يا فجرة. فيها انا اول عربي يقدم للعالم العربي اول سلو عربي. يعني ايه اول سلو عربي؟ جميع الافراح عندما ضميني وانسي الدنيا، تلاقي العريس والعروسه يرقصوا على اغنيه اجنبيه اول اغنيه سلو في الفرح اغنيه اجنبيه. فطبعا انا اتعلمت من الشيخ سيد انك لازم كل حاجه تكون مصري بصراحه. انا اتعلمت منه كده.